أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. مما هو معلوم أن كتاب الله الكريم هو كتاب هداية بامتياز، وهو في نفس الوقت يحتوي على أكثر من 1000 آية تحمل إشارات علمية كونية صريحة. وهذا العصر هو عصر العلم وعصر التكنولوجيا الحديثة والعصر الرقمي بامتياز، وكثيرا ما نسمع خلال السنوات الأخيرة عن الإعجاز العددي والرقمي لكتاب الله الكريم. بحول الله تعالى سوف نرى هذا الإعجاز من خلال هذه الحلقة. يقول تعالى: وأحصى كل شيء عددا، صدق الله العظيم. لنتبين هذا الموضوع نستضيف فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسين زايد، أستاذ التعليم العالي كلية العلوم بالرباط، رئيس الهيئة المغربية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، رئيس اللجنة الدولية للإعجاز العددي في القرآن الكريم. أهلا بكم أستاذي الكريم. أهلا أستاذ. هناك تساؤل، هل هناك فعلا إعجاز عددي أو ممكن أن نطلق عليه إعجاز رقمي للقرآن الكريم، وأنتم صفتكم رئيس هذه الهيئة، وهل هناك فرق ما بين العددي والرقمي، ولماذا يعني هناك رقمنة في بعض آيات كتاب الله الكريم أو إشارة إلى العدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم بارك لنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الإحكام العددي سوف نلمسه في مجموعة من النماذج فيما يفيد. يمكن أن نأخذ الحساب ليفضي إلى البيان. المقاربتنا هذه هي أن الحساب سوف يعطينا دلائل أخرى، سوف يعزز التفسير. أعطي مثال على ذلك. مجموعة من الأمثلة تبين بأن هناك تناغم بين الألفاظ والأرقام. المثال الأول الذي يحضرني هو أن في سورة البقرة هناك آية تتكلم عن الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. هذه الآية رقمها 143، علما بأنها موجودة في سورة البقرة التي عدد آياتها 286، إذن هي في وسط البقرة بالضبط، نصف البقرة. وما هو ترتيب سورة البقرة؟ 2. إذن ترتيب سورة البقرة مضروب في هذه الآية، عدد رقم الآية يعطيك عدد آيات الوسطية. كذلك هناك آيات حول الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه الآية موجودة في سورة الأنعام رقمها 160، وعدد كلماتها 16. إذن هناك الله. هذا الـ والعدد ويتحدث عن عشرة، إذن في عشرة هي 160. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذه الآية رقمها 160 من سورة الأنعام. وعندما نحسب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، 16 بالضبط. وفي مثلا هناك من يسألون دائما هل هذا العلم، هذا الإحكام أو البحث حوله مشروع؟ نقول بأن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه تكلم في هذا، قال أن ليلة القدر لما سئل عنها قال: ليلة القدر 9 أحرف ولقد تكررت 3 مرات، وبذلك تكون ليلة 27. وعندما نقرأ سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع. كم عدد الكلمات من سورة القدر؟ 30 كلمة بالضبط، بعدد أيام الشهر. وكلمة هي موجودة في 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 رقم 27، سلام هي حتى
28 مطلعي الفجر 29. هذه لطائف وهذه نعم. أعطيتي نماذج كثيرة في حوار مسبق لما تكلمتي مثلا على رقم 19 لما تحدث القرآن الكريم على ملائكة العذاب. ما شاء الله. نعم. هو هذه معجزة في سورة المدثر. وسورة المدثر جاءت لتصف حالة الوليد بن المغيرة الذي كان قاب قوسين أو أدنى أن يسلم. لما سمع هذا الكلام قال عنه كلام جميل جدا، ولكن أبا جهل قال له ويحك تقول هذا الكلام فيه، فقال أقول فيه شيء آخر، فقال ماذا أقول؟ قال فكر، فقال سوف أفكر. فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فأجابه الله سبحانه وتعالى سأصله سقر، وما أدرك ما سقر، لواحة للبشر عليها 19. 19 هو عدد الملائكة جهنم. وثم يقول وما جعلنا عدتهم إلا، إذن يتكلم عن، لا يتكلم عن الملائكة بل عدة الملائكة، رقم 19 مجموعة من الأشياء، فتنة للذين كفروا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أولا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. في هذا مجال للبحث جميل جدا، يمكن يتخصص له حلقة. على ذكر الرقم كذا لذلك نتكلم عن رقم 12 مثلا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. انظر هذه هذا التفصيل في كتاب الله، أي لو فتحت كتاب الله ستجد بين دفتيه كلمة شهر تكررت 12 مرة بالمفرد، الشهر أو الشهر، 6 مرات نكرة و6 مرات معرفة. ثم بعدها هناك إشارة علمية نمر عليها مرة الكرام، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، أي بمعنى أن الزمان لا ينطلق حتى تحدد المكان. يوم خلق الله السماوات والأرض بدأ العداد. هناك فرق كبير ما بين الإعجاز والتناغمات، وهناك بعض الآيات يمكن أن نتكلم عنها فيها تناغمات وتناسقات عددية، ولكن يمكن لأي منا أن يأتي بها. مثلا يمكن لك أن تكتب شعرا أو تكتب قصيدة وفيها تتكرر كلمة ما شاء، ما شئت أن تتكرر، تكون مثلا الرجل مثل المرأة، هذا ليس بإعجاز، هذا توافقات وتناغمات. لكن هناك مجالات للإعجاز لا يمكن لبشر أن يأتي بها، ولا أظن أن المجال يسمح لذكرها لأن معقدة وفيها حسابات رياضية يجب أن يحضرها المتخصصون. هنا إذا طرحت سؤال أستاذي الكريم، هل كل علاقة رياضية تسمى إعجازا في القرآن الكريم؟ لا أبدا، هناك بعض العلاقات من قبيل التناغمات والتناسقات. مثلا أعطيك مثال، في سورة الأحزاب هناك وصف للمؤمنين كيف كان حالهم، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه المقاطع كلها من 18 حرفا بالضبط. وكيف تكتب الظنون وتظنون بالله الظنون؟ نحن في إملائنا العادي نكتب الظنون بالنون، لكن هنا كتبت بالنون والألف بالظن، وتظنون بالله الظنون. لو حذفت، لو كتبت كما نقرأها لاختل النظام، لأصبحت 17 في عوضة. إذن معنى هذا أن الرسم القرآني كذلك يوافق الإعجاز العددي. بالضبط، سبحان الله. بعض الأحيان تجد مما أو, أو, أو فيما تجد كلمتين أو كلمة، وهذا له مغزى. نعم. هنا أستاذي الكريم تحدثتم عن الذين يسمعون عن هذا ويعرفونه عن قرب من الغربيين الذين فعلا تصيبهم الدهشة من هذا الإعجاز العددي. نعم. كانت لنا محطات مع غير المسلمين، فلا أخفيكم سرا، في أوروبا، في فرنسا، في ألمانيا، في بلجيكا، في الدنمارك، وحتى في كندا كان هناك انبهار. كان هناك أساتذة من الرياضيات ولما يسمعون هذا الكلام يقول
كيف لكتابكم فيه هذه التناسقات وهذه العدد، لا سيما فيما يخص الكلمات الحروف المقطعة كسها يا عن صادحاني معيسي ما شاء الله فيها أشياء غريبة جدا. مثلا يعني موجز ولو حتى في دقائق قليلة أعطي مثل طاسين مثلا صورة النمل، صورة النمل ترتيبها 27 وعدد آياتها 93 آية، 27 ترتيب وعدد الآيات 93. إذا أحسبت، إذا قمت بإحصاء حرف الطاء تجده 27 يوافق الترتيب، سبحان وإذا الله. قمت بإحصاء السين تجده 93 يوافق عدد آيات الآيات، وإذا قمت بجمع الاثنين تحصل على 120، و 120 هو جمل كلمة نمل، جمل أي القيمة العددية لحروف النون والميم واللام اللي هي على التوالي 50 و 40 و 30. إذن هذا ليس من قبيل، خذ مثلا كلمة صورة الحديد، صورة الحديد هو الحديد، هو الله سبحانه وتعالى أعطاه صورة كرمه بصورة صورة باسم الحديد، باسم الحديد ترتيبها في القرآن 57، جمل كلمة الحديد هي 57، ولو حذفت الألف واللام أصبحت نكرة حديد تصبح 26. 26 هو الرقم الذري للحديد، و 57 هو من نظائر الوزن الذري للحديد. كيف يمكن أن تحصل على هذه المعلومات وأنت في زمن التنزيل لا نعرف شيئا عن الحديد ولا عن وهذا الجدول الذي تكلم عنه الجدول الكيماوي لم يحصل عليه المسلمون ولا العرب. هذا الجدول من التابلو دو مندلييف معروف، يعطي كل عنصر كيماوي رقمه الذري ووزنه الذري. تجد هل هذه من قبيل الصدفة أن تجد أن الصورة التي تتوسط القرآن 57 وتتكلم عن الحديد وترى أن هذا العنصر هو يتوسط الكرة الأرضية، هو في داخل النواة. إذن كتاب المنظور كتاب المقروء. إذن نشكرك فضيلة أستاذ كريم سيدي الحسين زايد، وأنتم أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم الرباط، رئيس الهيئة المغربية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، رئيس اللجنة الدولية للإعجاز العدد القرآن الكريم. نتمنى إن شاء الله يعني بعد هذه الجائحة نشوفوا كذلك مؤتمرات في الإعجاز العلمي والإعجاز العددي ونحضره ونستفيد من ذلك. إذن أحبابي المشاهدين الكرام، نشكركم على حسن الإصغاء، نتمنى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أنتم في وديعة الله.